عليكم ورحمة الله. وصلنا وياكم إلى شغلة، واحد راح يقول شنو بعد الشغلات اللي أقدر أستخدمها بالدي اي سي بي بالليز؟ مجرد أقفل الآي بي؟ لا، أكو بعد شغلات حلوة أقدر أتحكم بها بالدي اي سي بي بالليزز. باعوا هنا دبل كليك على الآي بي اللي سويت له ميك ستاتيك، راح تطلع لي أوبشنات أكثر. ورا ما قفلت عليه أنا سويت له ميك ستاتيك، أكو أوبشن اسمه بلوك أكسس. البلوك أكسس كأنما أنه هذا اليوزر أقفل عليه الخدمة، لا تطي أي خدمة إنترنت، أحجب عليه الخدمة، يعني لا تطي آي بي ولا تطي كل شيء. البلوك أكسس يستخدم للحجب الكامل، بعد كل شيء ما يقدر يسوي، حتى من يكنك على الراوتر، حتى الراوتر ما يطي آي بي أدريس. إذن هذا الأوبشن يفيدكم إذا واجهتكم بيوم من الأيام هيك حالة. بعد شنو أكو أوبشنات مهمة؟ أكو مكان اسمه شنو؟ اسمه ريت ليميت. مثلا أنا ملمتها منك 256 كيلو، هذا أريد أنزله بعد، أوكي؟ أعرفه ما يحتاج الـ 256 كيلو، يعني مثلا شغله يستلم إيميل، يدز إيميل، حتى التاتش ما عده، يعني ما عده إرفاق ملف أو ملف حجمه عالي. أقول له يابا أنت 128 كيلو زايد عليك، واضح؟ خلينا نقول هاي الحاسبة تلمتت 128 كيلو، ما أعطيه 256 كيلو، هواي يعني هواي عليه. زين، بس ننتبه على شغلة، مو أجي هنا أعطيش قد، أعطيه 512 كيلو. انتبه ليش؟ لأن أنا محكم بي سي كيو، أنا محكم بلمت اللي هو إيش قد؟ 256 كيلو. أنا أقدر أعطي أقل بس ما أعطي أكثر بهذا المكان. زين، واحد راح يقول أقدر أعطي مثلا فد 2 ميجا لهذا الفي آي بي؟ أوكي، ها هسه راح نشرحها. بعد شنو عندي شغلات مفيدة؟ أقدر أجبر هذا الماك، بما انه عندي ماك ادرس، اقدر هذا الادرس، اوكي، اقول له لا تعطي هذا الاي بي اللي هو 192.168.0.88، اعطي مثلا 10 او 100. اقدر؟ اي اقدر، هسه دوت 100. اذا اقدر اغير الاي بي مالت اليوزر، اقدر احجب عليه خدمه الانترنت، اقدر اسوي ليميت عن طريق مكان شنو؟ الرايت ليميت. واضح؟ زين، هسا الاي بي اللي يريد نعطي اولويه برايوتري اللي هو 192.168.0.100 اللي هو من ضمن الرينج اللي رايح المن، رايح الكوستمر 2. اوكي، نتخيل وين لقيناه. لقيناه هنا بالليسز. طبعا انا ما عندي حاسبه مكنكه ضمن هذا الرينج مالت الاي بيات، انا راح انطي فرضيه من يجي، اوكي، اذا اجى هذا الاي بي اللي هو 192.168.0.100، اوكي، وكنك اريد اسوي له اولويه، خليني نجي ناخذه كوبي. واضح؟ هسه انا اريد اسوي له اولويه، اوكي، اعطي ليميت الى خارج البقيه. حلو، ركزوا وياي. اول فقره انا جيت اخذت الاي بي كوبي، هسه اعطي ابلاي، اوكي، بعدها اتوجه الى اي بي فايروال مانجل. واضح؟ اجي اسوي اضافه. بالجنرال راح اجي اختار البري راوتينج، اوكي، افتهمناها ابلود والسورس ادريس، طبعا راح نشتغل، والاكشن مارك باكيت، اوكي، ونعطي اسم في اي بي، لا احنا خلينا نعطي اب في اي بي 1، ممكن اكو اكثر من في اي بي، اوكي، واسوي له ليبل، خلينا نقول له up VIP 1. واضح؟ هسا أنا سويت الأبلود، بقى شنو عندي؟ أسوي الداونلود. انتبه هنا بالداونلود شنو أختار؟ Post Routing، وعرفناها، لا تشتغل Source Address لأن داونلود، أشتغل Destination Address. الأكشن Mark Bucket، وهنا غير ليها إلى Down VIP 1، أيضا أعطي Label حتى نميزه، داون VIP 1، اوكي. هسه بس خلينا نسحبها لي فوق. واحد راح يقول هنا انت عندك هذا الاي بي ضمن الرينج سلاش 23، زين احتمال الداتا اللي تفوت تمشي على هذا الاوبشن اللي هو شنو؟ اللي هو الاب كاستمر 2، اوكي، والداون كاستمر 2. احنا بنقول سلاش 23، تعرفون شنو معناها؟ يعني 192.168.0.1.0.2.0.3. راح تقول هذا الاي بي شامل، اقول لك صحيح، بس شو اسوي هنا؟ اول شيء انا جيت سويت ليبل، اوكي، للاب في اي بي 1 والداون في اي بي 1، اوكي، دبل كليك على الاب
VIP 1 هنا عندنا فد اوبشن اسمه باس ثرو. شو يسوي هذا الباس ثرو؟ باعوا اجت الداتا مالتي، تخيلوها هيجي طبت البيانات مالتي، طب هذا اليوزر اللي هو 192.168.0.100 طب على الراوتر، وين يتعالج؟ بالفايروال. احنا قلنا اول مكان يتعالج به الكوستمر هو شنو؟ هو الفايروال اللي هو النات، الفلتر، المنجل. المنجل المهم وصل الى المنجل يباوع 192.168.0.100 يقول ايه اكو ماتش، اكو مكان دا اقرا. يقول شنو الليبل مالته؟ ركزوا هنا، الليبل مالته اب في اي بي 1 والداونلود في اي بي 1. المفروض في يسوي هنا راح يقمز الى الكيو ويشوف الليمت مالته ويلمته. هنا ما راح يقمز، ليش؟ لان عندنا اوبشن اسمه باس ثرو، يعني راح ينزل لي جوا يشوف اكو بعد جوا واحد يشبهه ضمن هو ضمن هذا الرينج، فراح يعبر لي جوا يقول ايه لحظه اكو عندي هنا اللي هو الاب، هذا الاب كاستمر 2. اوكي، كانما هنا أنا يعني كل شيء ما سويت مباشره، ايش راح يسوي؟ راح يرجع لي الكيوينج ويلمته بال256 كيلو. واضحه الفكره؟ بس اني من اجي واشيل الصح من الباس ثرو، من الاب في اي بي ومن الداون في اي بي، ايش راح يصير؟ باعوا راح يجي هذا الداون في اي بي 1 راح يطخ باول رول اللي هو الاب في اي بي 1. اوكي، لان هو يمشي عندنا 0 1 2، من راح يجي على 0 الباس ثرو اني طبعا شايل منها الصح ما راح ينزل، راح يطلع قبل يكمل طريقه الى الكيوينج. بالكيوينج لازم شو اسوي؟ اجي الكيوينج بالكيو 3 اسوي اضافه. اوكي، راح استدعي الداله اقول اب في اي بي 1. اوكي، بالباكيت مارك راح استدعي اللي هو الاب في اي بي 1 والماكس ليميت مالته شقد؟ 2 ميجا. واضح؟ بعدها استدعي الداونلود، شو اقول؟ داون في اي بي 1. اوكي، الباكيت راح استدعي اللي هو داون في اي بي 1 والليميت مالته 2 ميجا. اوكي، خلص طلعته شنو؟ برا الليميت بشكل كامل. ركزوا وياي هاي الملاحظه. هسه اليوزر اذا سحب 2 ميجا، واحد راح يقول هو اني هسه عندي 10 ميجا. اوكي، وهسه احنا كلتنا شنو؟ بنفس الرينج مالت الاي بيات، بس انت اللي سويته شنو؟ اللي سويته انه هذا الفي اي بي انت طلعته برا الليميت. اوكي، لان بالمنقل صار الى رول واحده، بالكيوينج صار الى رول واحده، يعني اعتبره كوستمر جديد. اوكي، اني ساحب 10 ميجا ومنها 2 راح يصير 12 ميجا. واضحه الفكره؟ زين، واحد راح يقول انا اريد اخليه ضمن الليمت، يعني اريد الكوستمر رقم 2 ضمن الليمت مالتي الرئيسي، يعني صح انا طيت 2 ميجا بس يظل تحت ال 10 ميجا كامله، لاني هنا بالمنقل عزلته كانما كوستمر جديد واستدعيته بالكيونج وطبقت عليه الكيونج وقلت هذا الاب 2 ميجا والداونلود والداونلود ايضا، يعني كل واحد انطيته 2 ميجا. زين، وال10 ميجا يعني اذا اسحب 10 ميجا كلها ويجي الفي اي بي يسحب 2 ميجا، ايش قد راح يصير المجموع؟ راح يصير 12 ميجا. بهاي الحاله كانما اني نطيته زياده 2 ميجا من عندي، فشلون اخليهم تحت ليمت واحد اللي هو 10 ميجا وبداخلهم يتقسمون 8 ميجا ب 2 ميجا؟ ركزوا هنا وياي ايضا، هنا بالكيو 3 نجي نسوي شنو؟ اضافه جديده. بالكيو 3 اسوي اضافه جديده، راح اعطي مين شنو؟ داون كاستمر 2. واضح؟ ايش قد التوتال ليمت مالتهم اللي هو ايش قد؟ 10 ميجا. واضح؟ اجي اسوي اضافه ثانيه، شو اسميها؟ مين اب كاستمر 2، ايش قد الليمت مالتهم؟ 10 ميجا. واضح؟ زين، هسه احنا سوينا اضافه للمين اب كاستمر 2 والداونلود كاستمر 2. باعوا هنا، وين الداونلود كاستمر 2؟ هذا الداونلود كاستمر 2. اكو فد شيء اسمه هنا بيرينت، البيرينت يعني الروت، يعني من اسمها كيو 3 خلينا نقول الجذر، فيقول من الرئيسي اللي اعتمد عليه اني؟ اقول له عيني البيرينت مالتك الاب الرئيسي هو منو؟ المين
VIP المين، هاي اللي سويناها احنا المين داونلود كاستمر 2. اوكي اعطي ابلاي دتباوع، هذا البيرينت مالتك الرئيس دتباوع صار عندي فرعي، يعني هاي المين، هاي المين الرئيسيه. اوكي هاي المين الرئيسيه وهاي الفرعيه، بقى عندي منو اجيب؟ اجيب الداونلود في اي بي. اوكي اجيب الداونلود في اي بي. زين هنا عندي داونلود في اي بي، ايش راح اختار؟ داونلود في اي بي، سوري سوري سوري، هذا داونلود كاستمر 2. اوكي انا ايش راح اختار بي؟ المين اختاريت انا الداونلود، هسه اختار الابلود، اختار المين وين الداونلود في اي بي 1، لا 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 سوري احنا لازم نجيب هسه شنو، هسه انا هنا اوكي هسه لازم اجيب الداونلود، اخذت الداونلود اني هسه لازم اجيب الداونلود في اي بي 1. اوكي جميل جدا، ايضا لا اني لازم هنا يقدر يصير هنا المين، هذا مو راح ما راح يكون الفي اي بي، لحظه بالله ثواني اسف شباب، طبعا توهمنا بشغله، باعوا هنا اني شنو سويت هذا الداونلود، هسه اني الداونلود ايش سويت بي هنا؟ سويت اني باع، خلي اعيدها من البدايه، جي سويت اني اضافه. اوكي خلينا نرجع نعيدها بشكل اوضح، نرجع نعيد الفكره مالتها شلون صارت. اوكي زين هسه هذا داونلود كاستمر 1 والداونلود كاستمر 2، نجي شو نسوي احنا؟ اول شيء خلينا نستدعيها اللي سويناها اب في اي بي 1. اوكي بالباكيت مارك انه راح استدعيها اب في اي بي 1، الليمت مالته ايش قد كان؟ 2 ميجا، واضح؟ ابلاي، بعدها اجي اسوي اضافه داون في اي بي 1، الباكت مارك داونلود في اي بي، اوكي 2 ميجا. اوكي طبعا هاي كلها بالبداية مع المحاضرة، الان صارت عندنا مثل فد خربطة هنا. اوكي بعدها شنو جيت سويت؟ بعدها سويت اضافة ثانية اللي هي المين، اوكي اب خلينا نقول داون، اوكي ماكو مشكلة داون كاستمر 2، الليمت كلش قد 10 ميجا، واضح؟ ابلاي، بعدها جيت سويت اضافه هنا مين اب كاستمر شنو؟ كاستمر 2، الماكس ليمت ايش قد؟ 10 ميجا. اوكي ابلاي. اوكي جينا هنا وين الكاستمر 2؟ هذا الكاستمر 2 اكو فد شيء اسمه شنو؟ بيرنت، يعني الروت، يعني من اسمها كيو تري، خلينا نقول الجذر، فيقول منو الرئيسي اللي اعتمد عليه؟ اقول عيني البيرنت مالتك الاب الرئيسي هو شنو؟ هو المين داونلود كاستمر 2. اوكي طيت ابلاي، واضح؟ دتباع شنو صار؟ صار فرعي، يعني هاي المين، هاي المين الرئيسية مالتك. اوكي وانت صرت فرعي، بقى منو اجيب للمجموعة؟ اجيب الداونلود في اي بي، اقول له انت هم تروح للمين، اجي هذا الداونلود في اي بي، وين ادزه؟ ادزه للمين. اوكي راح ادزه لهنا للمين، تتباوع صاروا اثنينهم فرعيات. اوكي هسه هذا لو اطيه بعد ايش قد؟ لو اطيه 200 ميجا ما راح يقدر يعبر شنو؟ يعبر الجذر الرئيسي، الجذر الرئيسي انا ايش قد محدده؟ 10 ميجا، ما يقدر يعبرها، لان انا سويت رول رئيسيه للمين وللكيو تري مين رئيسيه، وبداخله شنو؟ هاي السب الفرعيات. اوكي اتحكم بكيفي، المفروض هسه ايش اسوي؟ اجي هنا الداونلود هنا مو 10 ميجا،
هذولي ثمانية أعطيهم أنا بعد، أوكي؟ وهنا إيش قد أعطيه؟ 2 ميجا، واضح؟ هسا أبو الفي آي بي يسحب 2 ميجا براحته، وهذا يسحب إيش قد يسحب؟ يسحب 8 ميجا، حلو؟ زين، واحد راح يقول هاي الثمانية ميجا، أوكي؟ هاي الثمانية ميجا أرجعها العشرة ميجا، رجع لي على 10 ميجا، والثاني ايش قد؟ الثاني 2 ميجا، حلو؟ ركزوا وياي. هنا عندي جماعة الداونلود الكوستمر 2، اوكي؟ الكوستمر 2 قلنا احنا طبعا هنا ممكن انه موجود عندي سويتش، وهنا شبيهم يوزرية مكنكين ما عدا هذا الفي اي بي اللي اي بي مالته 192.168.0.100. هذول اليوزرية اللي مكنكين شبيهم يسحبون 10 ميجا. زين هذا ابو الفي اي بي اللي هو 192.168.0.100 ايش قد راح يسحب؟ هذا كل شيء ما راح يسحب، اوكي؟ اكو احتمال ثاني، ذول يسحبون 7 ميجا. ايش قد راح يقاول الفي اي بي؟ راح يبقى له 2 ميجا. الفكره انه هذا ابو ال 2 ميجا هاي ما تعتبر ديديكيتد، يعني مو 24 ساعه شو وقت ما يعجبه يسحب 2 ميجا، لا هو طالع برا ال 256 كيلو، بس احتمال يجي بوقت الذروه، اوكي؟ خلينا نقول كلهم ساحبين ال 10 ميجا، فهو ما راح يضل شيء لابو الفي اي بي. واحد راح يقول يابا انت عليش هاي الدوخه كلها؟ كان نطيناه لابو الفي اي بي 256 حتى يبقى عنده انترنت طول الوقت، لا. اكو شغله ثانيه ركزوا هنا، اجي على الداونلود في اي بي، اوكي؟ هنا عندي الداونلود في اي بي، هذا الداونلود في اي بي، واضح؟ واجي على شنو؟ الداونلود كوستمر 1، باوع. هذولي هسا اثنينهم قدامك. اكو شيء اسمه شنو؟ برايوتري، الاولويه. اقول الابو الفي اي بي، هذا ابو الفي اي بي البرايوتري مالتك ايش قد؟ 1، اوكي؟ وانت البرايوتري مالتك 2، 2 3 بكيفك. بهاي الحاله صار اكو اولويه بالسحب لمن؟ الابو الفي اي بي. شقد يسحب؟ يسحب 2 ميجا، ويوقع من هذولي شقد؟ يوقع من ذولي 2 ميجا، حتى لو كانوا مقبطين ال 10 ميجا. بهاي الحاله سويت اولويه لهذا. اذا ابو الفي اي بي يعني ذولي حتى اذا سحبوا 10 ميجا ودخل ابو الفي اي بي اني ناطي اولويه، راح يوقع منهم ياخذ منهم ميجتين، راح تبقى عندهم 8. واضحه الفكره؟ اذا اني اول شيء عرفت شلون اعزل ليمت ضمن مجموعه معينه، ثانيا عرفت شلون انطي اولويه لهذا اليوزر يسحب خدمه انترنت، واضح؟ طبعا موضوع التقسيم ما انتهى عندنا، عندنا بعد محاضره ثانيه وثالثه يمكن، يلا نكملها. محاضره اليوم شفتوها شوي بها صعوبه، اتمنى شوي تركزون بها. طبعا اني يعني اني شوي الكهرباء هم تعبتني جدا، فأعتذر منكم تأخرت اليوم بتصوير المحاضرة. أي سؤال أو استفسار تقدر تواصل وياي. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.